الظن بالله تبارك وتعالى يدور بين أمرين، إما أن يكون كفرا مضادا للإيمان وهو الظن الذي ينافي الإيمان بالقدر، لأن الإيمان بالقدر كما لا يخفى عليكم جميعا ركن من أركان الإيمان. لما سأل جبريل النبي صلى الله عليه وسلم ما الإيمان؟ قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. فالذي يشك في القدر كافر. ولما جاء يحيى بن يعمر إلى ابن عمر رضي الله عنه مع عبد الرحمن الحميري وسألاه عن أناس في العراق يقولون لا قدر وأن الأمر أنف، يعني مستأنف جديد ما في شيء مكتوب، فقال عبد الله بن عمر أخبروهم أني بريء منهم وأنهم بريئون مني، والذي يحلف به عبد الله بن عمر لا يقبل الله لهم عملا حتى يؤمنوا بالقضاء والقدر. ثم حدث حديث عمر رضي الله عنه الذي فيه حديث جبريل المشهور. وفي رواية أن عبد الله بن عمر قال لو أنفق أحد مثل أحد ذهبا ما تقبل منه حتى يؤمن بالقدر، أي خيره وشره من الله تبارك وتعالى.